السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال الكمير الصغير اللي يمكن لنا نحضروا به سندويشات، وصفة كنحتاجوها بزاف في الفصل ديال الصيف. كنبغيوها كوجبات خفيفة. غادي نوجدو بطريقة اللي كيجينا بحال اللي كيتباع 100%، يعني ماشي وصفة اللي كنضيفوا ليها الحليب ولا البيض ولا الزبدة. نتيجة هائلة جدا، كيجي مقرمش من برا وخفيف وهشيش ومقطن جدا من الداخل، بحال اللي كتشريو تماما. اذا تبعتوا معايا الفيديو غادي تحصلوا على نفس النتيجة ديال المخابز. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال اعجابكم وفرجة ممتعة. اذا على بركه الله غادي نبداو دائما بالمقادير او المكونات اللي غادي يكونوا مضبوطين بالغرام وبالمليليتر. غادي نحتاجو هنا 500 غرام ديال دقيق ابيض. استعملت هنا دقيق خاص بالحلويات، تقدروا ديروا دقيق ابيض عادي. وغادي نحتاجو لها 490 غرام ديال عفوا الماء يكون دافي. اذا ما كانش عندكم الميزان غادي نخلي لكم العبار بالكاس ديال العنبه في صندوق الوصف. من الاحسن تعبروا كل شيء بالميزان باش غادي يجيكم، يعني باش يجيكم المقادير مضبوطين 100%. غادي نحتاج شويه ديال الملح، تقريبا ملعقه صغيره. نحتاج ملعقه صغيره ديال الخل، ملعقه كبيره عامره جيدا ديال السكر الخشن اللي يمكن لكم تستغناو عليها اذا بغيتو، ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندي كذلك خميره ديال الحلوى اللي غادي نستعملوها كبديل محسن للخبز. غادي تشوفوا معايا الطريقه اللي غادي نستعملوها في هذا العجين او في هذا الخبز هذا. فاول مرحله غادي نديرو، غادي ناخذ نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى وغادي نضيفوها على الخل. كما كتشوفوا يعني كنضيفوا الخميره وكتفاعل مع الخل كتولي بحال هذا الشكل هذا، وكنضيفها على الدقيق. فهاد الخليط هذا غادي نستعملوه كمحسن. اذا توفر لكم محسن الخبز او بغيتو تستعملوه يمكن لكم تستعملوه، يعني هو كيضمن لكم نتيجه كتكون مشابهه اكثر للخبز ديال المخابز، لانه كينفخ الخبز او كيعطي خفه اكثر. احنا غادي نستغناو عليه وغادي نعوضوه بخمره ديال الحلوى اللي موجوده عند جميع السيدات. هنا كنبدا كنجمع بالماء. كما غادي تشوفوا معايا عجين بحال ديال السفنج تقريبا او تماما بحال ديال السفنج، عجين كيلصق بزاف وما يمكنش لينا اننا نشكلوه باي طريقه. مباشره من بعد ما كنجمعوه غادي نغطيو عليه هكا بشي بلاستيك ولا غير بطبق، نخليو هذا العجين يرتاح مده ديال 5 حتى 10 ديال الدقائق وعاد نرجعو نعجنوه. بالنسبه للطريقه باش غادي نعجن، يمكن لكم تعجنوه في العجانه الاليه. هنا كنفضل العجن باليدين احسن، كيكون عملي اكثر بالنسبه لهذا الخبز هذا او هذا الباغيت او هذا الكمير الصغير. فهنا كنفرغ العجينه ديالي. كما كتشوفوا القوام ديالها كيف ما قلت، ما كيمكنش لكم انكم تشكلوها باي طريقه. عجينه سائله وكتلصق بزاف في اليدين، عفوا ماشي سائله يعني مرخوفه بزاف. غادي نبداو كنعجنوها. ديروا الطريقه اللي كتناسبكم باش كتعجنوا، فيمكن لكم تعجنوها هكا بطريقه ديال السفنج، او من الاحسن انا كنفضل انني نخبطها بهذا الشكل هذا، الطريقه اللي كيستعملوا الحرفيين او الخبازه. فكي يهزوها وكيبداو كيضربوها هكا مع سطح العمل، ف يعني هذه احسن طريقه واسهل طريقه وصلت ليها. فكتهزوها وكتبقاو كتضربوا فيها بهذا الشكل هذا، غادي تلاحظوا كيفاش القوام ديالها غادي يتغير تماما، غادي تبقى بهذا الشكل كما كتشوفوا يعني كتلصق. فكنخبطها وكنحاول انني نستعملها كشي هذه الاداه هذه ديال الخبز اذا توفرت عندكم، ولا كتجمعوا غير بيديكم. وكنبقاو مستمرين بحال هكا تقريبا شي 5 ديال الدقائق، يمكن لكم تريحوها واحد جوج دقائق وترجعوا تكملوا. فكتدلك معكم بكل سهوله بلا ما تعياو معها. هذا هو الشكل ديالها ملي كنعجنها تقريبا 5 ديال الدقائق وريحتها واحد جوج دقائق. غادي نضف سطح العمل باش تبان لكم مزيان. لاحظوا معايا القوام ديالها، ما ضفتش ليها نهائيا ولو ذره ديال الدقيق، يعني غير كتعجنو كترجع من لسه بهذا الشكل هذا وكتجمع وكيتبدل القوام ديالها وكترجع مطاطيه جدا. ضروري انكم تعجنوها مزيان اذا بغيتوا تحصلوا على نتيجه بحال المخابز. فهاد المرحله غادي ندهن البول ديالي ديال اللي خلطت فيه العجينه بشويه ديال الزيت وكنوضحها فيه، وغادي نخليها حتى غادي تخمر مزيان وتضاعف الحجم ديالها جيدا شي 3 ديال المرات. مباشره من بعد ما كتخمر لاحظوا معايا يعني كيفاش كتولي.
كنرش سطح العمل جيدا كمية ديال الدقيق لأنها عجينة اللي خفيفة بزاف، وكنفرغها فوق منه مباشرة. كنبدا هكا كنجبد العجينة الأطراف ديالها وكنجمعهم في الوسط. هالطريقة يعني كتخلينا ندخلو أكبر كمية ديال الهواء في العجينة ديالنا، وكيجيونا أو كيجينا الكمير جد خفيف وفيه دوك الفقاعات من الداخل، فكنحاول أنني نجمعها. وهنا غادي نبدا كنقطع فيها، غادي نجمع شويه الدقيق هذا، وغادي نبدا كنقسمها على حسب الحجم اللي بغيتو ديرو. انا غادي نقطع العجينه ديالي على 8 ديال القطع تقريبا، غادي ندير 8 ديال ماشي تقريبا، غادي ندير 8 ديال الكميرات صغار او باكيطات صغار. غادي نستعمل كما العاده الميزان، اذا توفر عندكم استعملوه غادي يكون احسن باش تحصلوا على قياس واحد، ولا يعني يديروا عندكم ميزانكم يعني ماشي مشكل. غادي نحاول انني ندير تقريبا 110 غرام في كل قطعه ديال العجين، وطبعا القياس او الحجم ديال الكمير ديالكم كيبقى على حسب الرغبه. من بعد ما قسمت العجينه ديالي الحجم المناسب، غادي نبدا كنجمع مره اخرى الاطراف بهذا الشكل هذا، ونشكل عجينه كره او نشكل القطع ديال العجينه بشكل كره. ماشي شرط انكم يعني تحصلوا على كره تكون مقاده، غير كيف ما قلت شحال ما دخلنا فيهم ديال الهواء شحال ما جانا خفيف من الداخل. كنشكلهم بحال هكا، كنوضعهم على جنب. ملي غادي نسالي غادي نغطي عليهم بمنديل ونخلي هاد الكره ترتاحوا 5 ديال الدقائق. بالنسبه للتشكيل غادي نستعمل هنايا هاد اللاطه ديال الباغيت، اذا توفرت عندكم يمكن لكم تستعملوها. كذلك غادي ندير 3 ديال الباغيطات او الكميرات بلا هاد اللاطه. بالنسبه اذا بغيتوا ديروهم هكا بعمرين سندويشات، ما يعني ما تحتاجوش انكم تستعملوا هاد اللاطه، كيكون احسن انكم ديروا لاطه عاديه. غادي تشوفوا معايا من بعد كيفاش غادي يجي الشكل ديالهم من بعد الطياب. فكنبدا هنا مباشره نشكل في الكميه ديالي. كما لاحظتوا كناخذ الكره ديال العجين كنبسطها ونحاول انني نجبدها شويه باليدين، وكنبدا كنلويها وكنضغط بالاصابع ديالي باش تسد جيدا، وكنسد كنقرص العجين. ومن بعد كنبدا كنحربلو بهذا الشكل هذا، كنعطيو واحد الشكل ديال الباغيت، وحنا كنرققوا النهايات ديال هذا العجين هذا. غادي ندير نفس الطريقه او نفس العمليه بالنسبه للكرات اللي بقاو، ونضعهم في اللاطه هذيك اللي وريت لكم مدهونه بشويه ديال الزيت. وكيف ما قلت اخر 3 ديال الحبات غادي نديرهم معمرين، او غادي نديرهم على شكل سندويشات، غادي نديرهم في اللاطه مسرحه باش يجيوني هكا ساهلين للتعمر. بعد ما ساليت هنا كما كتشوفوا عندك 3 ديال الكرات اللي درتهم هكا، اللي غادي نشكلهم او اللي غادي نعمرهم من بعد فاش غادي يطيبوا. درتهم في لاطه عاديه مفرشه بالورق ديال الطهي. كنخليو الخبز ديالنا يخمر، راعيو انكم ما تخليوش يخمر اكثر من القياس، اللي غادي يعطيكم نتيجه عكسيه وغادي تفشل لكم اللي غادي تجيو تشرطوه وتدخلوه للفران وما يجيكمش خفيف. فكنخليو تقريبا غير واحد 20 دقيقه او على حسب درجه الحراره. اليوم يعني الجو حار، فتقريبا 20 دقيقه كتكون كافيه. بالنسبه لهادو اللي درتهم في اللاطه ديال الخاصه بالباغيت، غادي نرشهم شويه ديال الدقيق كميه قليله للتزيين، ومن بعد غادي نحاول انني نشرطهم كذلك للتزيين. الطريقه ديال الطياب كندخلهم للفران يطيبوا، كلشي يسخن مزيان من قبل. بالنسبه للفرن الكهربائي غادي ديروا اعلى درجه ديال الحراره عندكم، مشعول من الفوق ومن التحت في نفس الوقت، اذا كان يشعل في نفس الوقت. غادي تخليو الباكيت ديالكم تقريبا ما بين 20 حتى 25 دقيقه غادي يكون جاهز، او على حسب الفرن ديالكم دائما راقبوه. ديروا واحد اللاطه فيها شويه ديال الماء طايب باش غادي يطلق لكم البخار وتحصلوا على التقرميشه. الفرن ديال الغاز ضروري جدا انكم تصبروا معاه، لانه كياخذ وقت اطول باش ديروا نار متوسطه، ما ديروهاش مجهده باش يجيكم مقرمش مزيان. خليوه على خاطرو او خليو الباكيت ديالكم يطيب على خاطرو، حتى غادي تحسوا انه تقرمش مزيان من الجناب وتحمر، عاد تقدروا تشعلوا له من الفوق او تهبطوه على حسب الفرن ديالكم كيفاش داير.
باش يجيكم واحد اللون هكا مذهب ولون مقاد. دائما كيف ما قلت النار فاش تشعلو له من الفوق او تهبطوه تكون قليله بزاف. بالنسبه للكومير اللي درتو في اللاطه العاديه غادي ندهنو بالحليب، ما غاديش نرش عليه الدقيق، وغادي نشرطو في الوسط، وكذلك غادي ندخلو الطيب وكيجي الشكل النهائي ديالو بحال هكا. اكيد غادي نقطعو قدامكم من بعد ما كيبرد. خليكم معايا باش تشوفوا وتسمعوا الصوت ديال القرمشه ديالو. كما لاحظتوا النتيجه النهائيه كيجي رائع للغايه، مقرمش من برا، اسفنجي وخفيف. غير تبعوا الطريقه كما هي تماما غادي تحصلوا على نتيجه حسنه عاد من المخابز، لانه ما كيجيش فيه ديك البابه بحال ديال المخبزات كتكون معجنه. انا فتحت هذوك اللي دهنتهم بالحليب اللي درتهم في اللاطه العاديه من بعد ما برد تماما. طبعا عمرته بحشوه عاديه فيها الطماطم، الخس، شويه ديال الطون الكاشير، وشويه ديال المايونيز، او عمرهم باللي بغيتو، يعني هكا ساندويشات باردين للخرجات والوليدات. اكيد 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 غادي يعجبهم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها اذا عجبتكم. ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه، واذن فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تدخلوش عليا بالتعليق ديالكم، ارائكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.